حقق ريال مدريد الإسباني فوزا صعبا على حساب ضيفي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف في الجولة الرابعة المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا. هدف اللقاء الوحيد جاء بإمضاء المدافع ناتشو، ليتصدر بذلك الفريق الملكي المجموعة بعشرة نقاط ويحجز أول مقعد في دوري الستة عشر، بينما تجمد رصيد الفريق الباريسي عند سبع نقاط في المركز الثاني. المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، ولكنني سعيد جدا بالنتيجة والتأهل للدور القادم، خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي نعاني منها. وفي المجموعة الرابعة اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي من بلوغ دور الستة عشر بعد فوزه العريض على مضيفه إشبيليا الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبهذا الانتصار ارتفع رصيد السيتيزنز إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد إشبيليا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث. وفي أبرز مواجهات الأمس، حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا هاما على ضيفي سيسكا موسكو الروسي برأسية قائده واين روني، وتعادل بروسيا مونشنغلادباخ الألماني مع ضيفي يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الماضية بهدف لكل منهما.